السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير، أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. مثل ما أنا شايفين بالخلفية يا جماعة الخير، شرح طريقة الحجز على معبر باب السلام كلس الراعي، طبعا في بوابتين الحدودي لقضاء إجازة عيد رمضان لعام 2022، وذكر شروط هذا المعبر. تاريخ النشر أو التسجيل السبت 16/4/2022، 15 رمضان 1443. كالعادة أنا محتفظ بالشرح بصندوق الملاحظات تبع تليفوني. الشرح ومجموعة من الملاحظات راح أمليها عليكم إن شاء الله، تابع الفيديو للأخير. رابط الحجز هذا هو يا جماعة الخير، تمام؟ هذا رابط الحجز حاليا. بعد ما نحجزه بدنا نشيك نطلع الحجز، هذا رابط التشيك. أما الرابط الأساسي للحجز هذا هو، أهم شيء يصلك الكود. راح نضغط على الرابط، وأتمنى من الجميع الدخول عن طريق متصفح الكروم. راح نضغط على الرابط ونكمل معاكم. بعد ما ضغطنا على الرابط يا جماعة الخير، ندخل هنا رقم تليفون، تمام؟ رقم تليفون الشخص أو رقم تليفون أي شخص. كل حجز له رقم تليفون واحد فقط لا غير. بعدين ندخل 99 تبع الشخص، نحكي عن العائلة طبعا. بعدين ندخل مواليد الشخص، تمام؟ من هذا المكان مثلا بدنا موعد عائلي عائلي فردي فردي، نختار عائلي ونعطيه دستور بور، نأشر على هي، تمام؟ بعدين نعطيه SMS كندر ارسل رسالة. تصلنا رسالة بالرمز الحرفي، تمام يا جماعة الخير. بعد ما يصلنا الرمز ننزل لتحت، نعطيه موعد جديد تحت هذا البند، نعطيه موعد جديد اما عائلي او فردي، نكمل. طبعا الافضل نعطيه من خيارات هاي الثلاث نقاط، نعطيه العرض بسطح المكتب يطلع لنا وكأنه لابتوب، تمام. نرجع ندخل رقم التليفون 05 كذا كذا إلى الأخير. طلب الرقم هو 99 تبعنا، رقم الكملك. رمز التحقق هو الرمز الحرفي اللي وصلنا برسالة على التليفون، هو مؤلف من يمكن 11 أو 16 حرف رقم، بدك تكتب من الأحرف الكبيرة. رقم العائلة هو موجود على الكملك. الاي بوست هو البريد الالكتروني. بعدين نعطيه تعيين، يعني باب السلام على 3 أو 4 مراحل. المرحلة الأولى من 16 لـ20 واكتمل العدد. المرحلة الثانية راح يفتح من 21 لـ25، أيضا إن شاء الله بإذن الله بكرة أو اليوم بالليل راح يفتحوا. المرحلة الثالثة من 26 إلى 30. بعدين يا جماعة الخير نرجع هنا إذا عائلي، نرجع ندخل رقم الكملك لصاحب الحجز الأب مثلا، بعدين ندخل الأم، بعدين الأطفال. يحق لك تدخل 10 أشخاص، تمام يا جماعة الخير. طبعا 10 أشخاص يحق لك تدخل، من هنا بدك تضيف بنود، هنا صاحب الحجز وزوجته مثلا، بدك أطفال نضي إضافة من هنا. بعدين طبعا كل حجز عن كل شخص ياخذه هاي السنة 50 ليرة، سابقا كان مجانا. هنا ندخل اسم صاحب الحساب البنكي، طبعا اي كرت بنكي عليه اسم وكنية، تمام. بعدين رقم الحساب البنكي مؤلف من 16 رقم. بعدين نختار اما فيزا او البند الثاني. بعدين نختار صلاحية كرت الزراعات او كرت البنك، الشهر والسنة، تمام. وبعدين السي في في هو رمز مؤلف من 3 أرقام موجود خلف الكرت، تمام يا جماعة الخير. بعدين نأشر لستيروبور وأعطيه جوندر، هين يكون انحجز معانا الدور. طبعا ممكن يكون بضغط على الرابط بدك تحاول مرة واثنين وثلاث، ولكن على نفس الرمز الحرفي له مدة طويلة. أنصح الجميع بالدخول عن طريق متصفح الكروم، ومثل ما ذكرت لكم لازم أعطيه العرض بسطح المكتب، هاي التأشيرة يصير معي مثل الكمبيوتر. هاي رسالة الرمز الحرفي يا جماعة الخير، شايفين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أحرف وأرقام، 10 أحرف وأرقام، هذا الكود، تمام. هذا هو رمز التحقق من الرسالة القصيرة، هنا ينحط 10 أرقام وأحرف بالأحرف الكبيرة. مثل ما ذكرنا رقم الطلب هو رقم الكملك تبع صاحب الحجز اللي حجزنا باسمه رب العائلة، اي من جديد يعني رقم الهاتف. رقم الطلب هو رقم الكملك. رمز التحقق من الرسائل القصيرة هو الرمز اللي وصلنا على التليفون. الرقم العائلي مثلا، البريد الالكتروني،
مثلا في هذا الشخص طلع ب 19، بده يطلع ب 19/4/2022 يرجع ب 30/7. تمام. طبعا خيارات باب السلام هو بابين، يعني باب الراعي هو باب صغير اي كوباني، تمام، وهذا الباب الرئيسي اللي بوابة كلس مشان الناس تعرفه. هاي حجز لإحدى الأخوات أو أحد الأخوة، تمام، راح يطلع ب 16/4/2022، تمام، تمام. تاريخ الخروج 19/4، إمتى يرجع؟ ب 16/10. طبعا آخر موعد للرجوع هو 20/10 ببوابة باب السلام، اللي يرجع بعد 20/10 يعتبر كملكم مبطل. طبعا البوابة الحدودية هي البوابة كلس الرئيسية وليست كوباني، كوباني هي الراعي، هاي مشان الناس تعرف. حاليا الشرح النظري او تعليمات البوابة، راح اترك كل الكلام هذا راح اتركه بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب، اتمنى يكون شرحي وافي وكافي. هذا الرابط الرئيسي، تمام، هذا رابط التشيك، بعد ما يجيك الموعد تشيك عليه تطالعه، مثلا هاي من هين هذا رابط التشيك، تمام. مثل ما ذكرنا اول ما نفتح يفتح لك ايقونتين، هي الراعي كوباني وهي تبع كلس البوابة الرئيسية، تمام، نختار واحدة منهن، اللي بده يروح على الراعي الراعي، واللي بده على بوابة كلس الرئيسية يختارها، تمام. بوابة باب كلس هي هذه هي، وبوابة الراعي هي كوباني، تمام، كوباني بي، كوباني بي، تمام. اثنين، رمز الطلب او طلب الرقم هو نفس رقم الكملك مثل ما ذكرت لكم سابقا مشان الناس تعرف، اغلب الناس كمان خربطوا بهذه البند. رمز التحقق هو الرمز اللي يصلك على التليفون، رمز مؤلف من 10 ارقام وحرف تقريبا، لازم تكتبها بالاحرف الكبيرة، تمام. هاي رسالته، تجيك برسالة على التليفون اللي حطيته، تمام يا جماعة الخير. طبعا تصلك رسالة انه ما يحق لك تسحب رمز ثاني على نفس الرقم بعد 180 يوم، لذلك كل حجز له رقم تليفون واحد. انصح الجميع بالدخول عن طريق متصفح الكروم، هذه هي اول ما تدخل متصفح الكروم وتدخل الرابط، انصحك تعطيه الحرف بسطح المكتب اضبط، لانه اذا نزلته عادي بالاسم ما ينكتب معك، لما تعطيه العرض بسطح المكتب وكانه كمبيوتر يصير يكتب معك. طبعا خامسا، فقط اصحاب الكملك 99 الخاضعين للحمايه المؤقته يحق لهم اجراء الزياره، أصحاب الإقامة أو الجنسية المزدوجة أو أصحاب إذن العمل والسيكورتا والكملك القديم لا يحق لهم إجراء زيارة العيد من باب السلام. الحدود السابع، يعني يجب حجز موعد لكل شخص يريد الذهاب لزيارة العيد، ومن لا يملك حجز لن يتم له السماح بالدخول إلى الأراضي التركية. تاريخ الخروج إلى سوريا هو بين 16/4/2022 إلى 30/4، تمام، بعد هذا التاريخ ينتهي الماضي بحجز خلاص. راحت علينا بعد على عيد الضحية. طبعا على ثلاث مراحل، المرحلة 16/20 انتهت، المرحلة الثانية من 21/25، المرحلة الثالثة من 26/30 ولمدة أقصاها 6 أشهر. طبعا مو لآخر السنة يا جماعة الخير باب السلام حجز العيد تبع رمضان، فقط 6 أشهر، يعني ل 20/10/2022. اللي يتخلف بعد 20/10 يعتبر كملكه بحكم العودة الطوعية، يتم إبطال كملكه. طبعا تاريخ العودة يبدأ من 9/5/2022 لغاية 20/10، تمام، آخر يوم للعودة هو 20/10، وليس كما يعني روج البعض إلى آخر السنة، لا أخي الكريم. 9 أكثر مدة يمكن للشخص قضاء في زيارة العيد 6 أشهر من تاريخ الخروج. طبعا هي آخر مدة هي 20 مثل ما ذكرت لكم، 10/2022. 10 إذن السفر مطلوب هذا البند، تصريح عطلة، والأفضل تكون مدة 85 يوم. ونصيحة، إذا انتهى وأنت بسوريا جدد من الإيداولات وأرفق صورة الحجز على إذن السفر. 11، في حال عدم أو في حال نزول أحد الأبوين مع أطفاله اللي أعمارهم تحت 18 وجب دون الأب الآخر، يعني نزلت الأم وأطفالها تحت 18 والأب راح يظل بتركيا، لازم يروح على النوترة يسوي موافقة. الموافقة طبعا هي عبارة عن ورقة يكتبها المترجم المحلف، تكلفه 60 ليرة تقريبا، والنوترة شي 130، يعني تقريبا شي 200-250 ليرة تكلفة الموافقة كاملة، تمام. طبعا الموافق هاي شكلها يا جماعة الخير، الأب يصرح أنه أنا موافق على نزول أطفالي مع زوجتي والتي تحمل أرقام الكملك كذا وأطفالي كذا وكذا. شوفوا هاي كلمة موافقة، تمام، قلت لكم ما تكلفش إن شاء الله بإذن الله، في مكاتب بياخذوا 500 أو 1000 أو 1500، فيا جماعة الخير هي تكلفتها ما تتجاوز 200-250 ليرة. شوفوا أكثر من مترجم محلف.
الأطفال الأيتام يحق لها اللي تحت 18 يحق لهم النزول مع الأب اللي على قيد الحياة. شرط التأكد من سيستم إدارة الهجرة، يعني الأيتام ينزلوا مع الأب اللي على قيد الحياة، شرط يكون مثلا مكتوب بالكملك أرمل أو أرملة ووجود شهادة وفاة إذا كانوا مع الأم، والعكس صحيح. سيتم السماح لأفراد الذين تقل أعمارهم 18 سنة والذين توفي أحد والديهما بالمغادرة مع والدتهم أو والدهم بعد التحقق من هذه المعلومات على السيستم، سيتم الاحتفاظ بحقوق أولئك الذين تم تعيينهم كأوصياء. 13 يسمح لمن له حق الحضانة من الزوجين المطلقين بالمغادرة مع طفله حسب المحكمة المين عضت الحضانة. 14 الدخول من نفس البوابة التي خرجت منها. 15 الحوامل وجب إحضار تقرير طبي من المشفى الحكومي التركي من الداخل التركي طبعا ها، أنه هذه حامل بالشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع في حال وضعت في سوريا يعني أنجبت الطفل، تجيب ورقة من أي مشفى ضمن الشمال السوري تمام أنه هي أنجبت هذا الطفل بالداخل السوري، وإلا إذا ما سوت هاي الإجراءات لن يتم إدخال الطفل معها. 16 الاحتفاظ بأوراق الخروج بشكل جيد، الأفضل يتم تصويرها بالتليفون تجنبا للإتلاف أو الفقدان، والتأكد من ختم الورقة ليتم نزولها على السيستم، لازم تأكد من ختمة من أفاد ومن البوليس اللي على البوابة. 17 رسوم مواعيد الزيارة لكل شخص خمسين ليرة تمام. طبعا الحجز العائلي لازم كل افراد العائله يحملون نفس الرقم العائلي، اذا مو نفس الرقم العائلي فقط الرقم المغاير يحجز لحاله فردي تمام. هاي هي يعني راح تدخل اسم صاحب الكرت او البنك، رقم شو اسمه رقم الكرت هو مؤلف 16 رقم، نوعيه الدفع هاي تمام، عمر الكرت او مده صلاحيته، بعدين رقم السي في في هو موجود خلف الكرت، بعدين أشر لست رابر وأعطيه حجز، إذا ما بيضغط يحجز مباشرة تمام. 18 إجراءات العودة تبدأ من 9/5/2022 ولغاية 20/10، قلت لكم بعد هذا التاريخ الكملك يعتبر مبطل، انتبهوا على هذا الموضوع تمام. 19 جهز بيانات صاحب الحجز اللي بدك تحجز له، وإذا عائلي يحملون نفس رقم العائلي، يعني شو بدك منهم؟ في حال حدا بده يحجز لك لا تبعث صورة الكملك، نصيحة لوجه الله، ابعث له رقم الكملك معليش إيه الاسم الكنية بالتركي كما وردت بالكملك نسخ لصق بالأحرف الكبيرة، المواليد يوم شهر سنة، وضع المرافق ابن أو زوج أو زوجة، واسم الأم واسم الأب لصاحب الحجز تمام كما هو مبين هنا. شايفين رقم الهوية؟ يعني بدك تعطيه العرض بسطح المكتب لأنه في ناس ما ينكتب معهم الاسم، لا تكتبوا، عمل نسخ لصق نسخ لصق نسخ لصق تمام. يعني الصاحب اللي حجزت باسمه بدك تنزله كل بياناته، بعدين مثلا إذا بدها زوجته تروح معه، بعدين بدك تضيف حدا تنطي من هين هذا الخيار يضاف، حق لك تضيف 10 أشخاص تمام. 20 اللقاح ليس شرطا لقضاء إجازة العيد في بوابة باب السلام 2022. 21 اللي عليهم كود V87 العودة الطوعية أو محاكم أو إذا خرجوا لن يسمح لهم بالعودة. 22 اطبع الحجز على الالكتروني بشي مكتبة وخذه معك. 23 تأكد من ختم المعبر التركي من قبل الأفاد والبوليس، كل شخص لم ما يختم الحجز لن يتم السماح له بالعودة إلى الأراضي التركية. أيضا باب السلام رد نزل يعني تعليمات يعني بشكل أوضح، تبدأ الزيارات تبدأ العودة إلى تركيا، الحجز من هذا الرابط تمام. الحجز سيكون على 3 مراحل ذكرنا لكم إياها، سيكون الحجز الحاصلين بطاقة حماية مؤقتة فقط تمام. كل من وصلته رسالة بضرورة تثبيت عنوان يجب تثبيت عنوانه قبل الدخول إلى سوريا، يعني ركز أمورك بعدين، يعني أهل اسطنبول فتحوا لكم مركز من دون موعد بتوز لتروح تثبت نفوسك فيه، لن يسمح لحامل الكملك القديمة أو الإقامة أو الجنسية أو إذن العمل بالعبور، يعني جماعة إذن العمل لا تفكر بالنزلة على معبر باب السلام. على العائلة الواحدة أن تحجز حجز عائلي واحد لجميع أفراد العائلة رغم الكملك المماثل، أما بالنسبة للأفراد يكون حجزهم فردي. النساء الحوامل مثل ما ذكرت لكم. 9 التأكد من كملك فعال تمام ما عليك كود. 10 الأطفال دون 18 يجب أن يكون برفقة أحد الأبوين، في حال تغيب الآخر بده يسوي موافقة. الأطفال الأيتام دون 18 لازم يكون عندهم وصي لازم ينزلون معاه حصرا، الحصول على إذن سفر داخلي مثل ما ذكرت لكم قبل شوي، لأنه في حال مسكك حاجز على الطريق راح يخالفك من 900 إلى 1500 ليرة. الحجز لازم لجميع أفراد العائلة ولن يسمح
بدخول من ليس له حجز، تمام؟ عشان ما حدا يتعذب. اللي تحت ال 18 بده يروح لحاله على البوابة، ما راح يطلعونك يا أخي، لا تتعذب. 13 تأكد من البيانات المطابقة، يعني وقت تنقل البيانات من الكملك نسخ لصق. طباعة الموعد بالإلكتروني، تأكد من ختم الآفاد والشرطة بالمعبر يومة الخروج مشان يدخل على السيستم إنه أنت خرجت، وبسترجع تأكد أيضا من ختم الدخول، لازم يكون عندك خروج ودخول. 16 ضمن الرابط العادي يوجد حقل لدفع 50 ليرة، كل شخص هاي السنة لازم يدفع 50 ليرة عن طريق الحساب البنكي، مو شرط اللي باسمك، أي حدا ممكن يدفع لك إياها. لا يشترط أخذ اللقاح في هذا المعبر، سيسمح لأشخاص اصطحاب حقيبة واحدة فقط. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. كان معكم أخوكم محمد أبو حمز جامع ثرات الكرام. رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير، مشان قضاء إجازة عيد رمضان، عيد الفطر السعيد لعام 2022 1443 هجري. يسأل يا أخي، حاولنا نحجز، حاولنا كذا. أخي في ضغط على الرابط، بدك تحاول تحجز بيدك، لا تبعث بياناتك لأي شخص كان، لا تدفع في سماسرة أو مكاتب عم يطلبوا 200 أو 300 أو 500 ليرة. يا أخي الكريم أنت أولى فيها، حاول أنك تحجز بيدك أو أحد أقربائك اللي تمون عليه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أخوكم محمد أبو حمزة جارة ثلاث كرام. أي حدا مر بتجربة وقدر يحجز أتمنى يعلقنا، أي حدا عنده سؤال أو استفسار يعلقنا إن شاء الله بإذن الله. أنا أتوقع كفيت ووفيت، راح أترك لكم أيضا كل الكلام اللي حكيته بصندوق الوصف القناة على اليوتيوب، أيضا راح أترك لكم رابط الحجز المباشر بأول تعليق مثبت. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.